انا كويسه وما عنديش تصوير في رمضان، فمبسوطه قوي. يعني خلصت بدري اول 15، شفت كامل العدد، كيوت 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 مش طبيعيين. شفت صله رحم، I love the subject. انا شفت حاجات تانية بس مش فاكراها لان انا كنت قاعده فاضيه وبتفرج كتير، بس انا شفت حاجات تانية مش فاكراها. cannot remember. بصي، قصه غريبه جدا. ماشي، انا خلصت ثانويه عامه، جبت مجموع، وبعدين ما كنتش عارفه اصلا ان في حاجه بتعلم التمثيل، وما كنتش عارفه اصلا انا عايزه اعمل ايه. وبجد بجد بجد growing up، يعني من جوايا لما كنت بتسائل عايزه تبقي ايه لما تكبري، كنت بقول الحاجه شبه اللي جنبي، لانه انا فعلا مش عارفه. ولغايه دلوقتي بأشفق على الاطفال اللي بتسالوا السؤال ده، لانه بجد مش عارفه، وغصب عننا نحط جواهم فكره ممكن تكون مش هي، قصه كده. بعدين وانا بكبر كنت بعمل عالم سمسم ويلا بينا، اللي هو كده بنروح نلعب مع الاطفال. بس كنت بحب قوي السيت لايف والوقفه قدام كاميرا وكده. عملت كام اعلان صغيرين، دخلت اداب انجليش سنه. This is a very in-depth، اول مره اقول الكلام ده. دخلت اداب انجليش سنه وكنت حاسه ان انا غير مرئيه بالمره، عارفه في الافلام اللي هو لما تخبطوا كيف كتفك كده مش موجوده، حاسه انا بروح اتعذب. عرفت انه في مكان اسمه معهد فنون مسرحيه، المكان ده انت بتقدمي فيه if you wanna be an actress. نايس. فرحت قلت لبابايا، بابي انا عايزه اكون ممثله وعايزه اروح كذا وعايزه اتشينج قصه بقى، نتشينج بقى جامعات ونتشينج ميجر وبتاع. فراح قال لي انت بس انت بتكسفي جدا. انا كنت شاي قوي وانا صغير كده، شاي قوي. فقال لي بس انت بتكسفي جدا وبتاع، مع ان كان عندي محاولات ان انا اكسر الشاينس دي، بس كانت من جوايا شاي. انا ما كنتش عارفه انا هعمل ايه، مش هشتغل كده، بس عند وكان جوايا حاجه عايزه اعملها، يعني اللي هو في حاجه جوايا عايزه اعملها. رحت قدمت في المعهد، طلع انه المعهد ده اللي هو مثلا مش بالمجموع او كده، لا لازم تاخدي وركشوب قبليها، وبعدين تروحي تتعرضي على الدكاتره، وبعدين الدكاتره يصفونا ستار اكاديمي، عارفه اللي هو كده اللي هو النوميني. بعد كده الدكاتره يصفونا، وبعدين ياخدوا الحبه الاخرانيين يصفوهم تاني كده. سو هارد. وكمان كان المشكله ان انا كنت عايزه ما يبقاش شكلي قدام بابايا وحش، ان انا اروح اخد منه فلوس موازي. فانا هو كنت عايزه اعملها في حاجتين، في موازي وفي بفلوس قليله قوي، في بفلوس كتيره. فانا كنت عايزه اروح التانيه عشان ما اروحش اطلب من بوبي، فاهمه؟ This is so in depth. انا حاسه ان انا قاعده بشرب معاكي قهوه. انا مش حاسه خلاص ان انا بجد في انترفيو تماما. المهم نجحت واخدوني، وتوز لك كده ياي مومنت قوي. وبدات اروح اوديشنز، عملت ادوار صغيره. اول دور نقدر نقول انه عرف الناس عليا بطريقه كويسه كان الاب الروحي بارت 1. بروديوسرز عرفوا اسمي كده، بداوا يكلموني، تك تك اشتغلت. او ماي جاد، ذس از سو ان ديبث، عايزه اشرح لك قوي مش هتستوعب. ممكن اعمل ديسكليمر ان احنا اصحاب بقالنا كتير قوي. انا اول ما اشتغلت اول سنه الاب الروحي، تاني سنه كلابش، تالت سنه رحيم. بصي شوفي، فانا كنت الحمد لله I was very lucky في بدايتي، ودايما عندي حاجه وحشه انه انا ما كنتش ready for the fame من جوايا. كنتش ready، الكلام ده ما بيطلعش لحد، كنتش ready خالص. واتخضيت، ده اللي انت كنت بتحكي عليه، ده اللي انت حسيتيه من بره. اتخضيت خضه وحشه، واتخضيت خضه بتاعت اللي هو انا في يوم كنت بمشي في الشارع عادي اللي هو تاكس كده، تاني يوم مش عارفه امشي في الشارع. كنت خضه، وكنت مش عارفه بروسس اللي حصل. وبعدين حصل لي سيتويشن في حياتي، بحكي لك عليه بعدين. حصل لي سيتويشن، السيتويشن ده نزلني الارض تاني. على قد ما هي كانت صعبه قوي ان انا اعدي بالاكسبيرينس دي، ان انا بجد كده، على قد ما قد ايه انا فخوره ومبسوطه والحمد لله يا رب انه الاكسبيرينس دي حصلت لي، عشان انا كنت خايفه اروح مع اللي راحوا. يعني كنت خايفه اللي هو كده. والحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان انا حصل لي السيتويشن ده. في بدايه كان ما بقاليش غير مثلا سنه ونص تقريبا كده،
بس حصل لي سيتويشن ده في البدايه كده، ومن ساعتها وانا من كتر ما انا بفضل انزل نفسي قوي ابقى كده بتعمل معايا اوقات حاجه عكسيه لدرجه ان انا ببقى I don't know my worth. فاحنا فاهماني ده therapist said، يعني ده therapist said. هفهمك حاجه هقولك. رجعت تاني. انا اول حاجه اعملها كانت تعتبر بالنسبه لي good start، كانت الاب الروحي. الاب الروحي شركه الانتاج كانت عامله حاجه لذيذه جدا في ساعتها، انه جماعه احنا عايزين نطلع bunch of fresh faces. مش عارفه لو تفتكري الفتره دي ولا لا، انا وميان وعمر شناوي كارولين عزمي we had كده bunch of new faces، خلاص fresh blood هننزلهم في الشغلانه يعني. ف he was one of the first ever directors اللي اشتغل معاهم على على دور بجد، مش اللي هو دور صغير اشتغل معاهم على دور بجد. فانا ببقى مبسوطه قوي 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 on set، لانه I feel انه في بره عين. بصي انا اشتغلت مع مخرجين كتير، وللاسف في مخرجين بيبقوا مش بيقولولك الحاجه اللي المفروض تعمليها، بالنسبه لهم التمثيل مسؤوليتك انت لوحدك. بس بصراحه عشان كده بحس ان انا اللي هو ببقى مستنيه على طول فيدباك، وانا مش من نوع في ممثلين بيتضايقوا برضو لما بتقول لهم فيدباك، اللي هو بيحسوا اللي هو او مثلا تقول لهم اهدى شويه او اي تيب بشوفه قدام عيني كمان بيتوتروا قوي، اللي هو ايه ده ايه ده وانا عملت غلط ايه ده ايه ده. بس انا بقى العكس تماما، انا لو مع مخرج قال كات وما قاليش حاجه بتوتر، بحس اللي هو طب اعملي كده كده اي حاجه كده. فده ميجر 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 ريزن ببقى حاسه ان انا في الست ده مرتاحه وبطلع ماي بيست، لان في بره مرايه. فاهمه قصدي؟ يعني في بره مرايه شايفاكي، لو انت هبلتي هتقولك ايه شويه، لو انت فاهمين. انا ما كانش عندي غير في المسلسل كله واحد اتنين وطعنا، يعني مشهدين اكشن وطعنا. واستاذ عبد الرحيم عامل نورهان من بدري ان هي بنت مش زي اي بنت عاديه في اصفهان، هي بنت عندها حته رابل كده جواها، هي بنت بتحب واحد والواحد ده اصلا هو في الجيش، بس هي وهم بيخرجوا مع بعض بيعلمها هاو تو فايت بسيوف خشب، عشان هي بتقعد تقول له اللي هو انا بمعنى انا عايزه اشاركك الانترستس بتاعتك يعني. فاستاذ عبد الرحيم عامل البارت دي عشان بعدين لما نورهان تروح في رحله الضياع بتاعتها يكون عندها حاجات تقدر تدافع بيها شويه عن نفسها، والا كانت هتتاكل في ثانيه الا ثانيه. انا الاول بدات خيل، بعدين بدات تمرين على الفايتس، بدات مع كابتن عزب في الاول انا لوحدي، لانه اورادي عبد الوهاب كان ما شاء الله شاطر. بدات الاول انا لوحدي، هبل وبلوبرز غير طبيعيه لازم اوريها لك بجد. انا كنت ما حدش بيجي جنبي، انا اللي بعور نفسي يعني مش طبيعي، يعني بعمل كده اقول له اه ده انا اللي خبطت، والناس بقى بتتخض عليا لو مالك مالك، ده انا اللي عورت نفسي، ما حدش جه جنبي. فقعدت فتره كده بقى اللي هو ايه بحاول يعني بعد 3 ايام كانت الاستفنس راحت. في الاول كنت فيري ستيف، بعد 3 ايام كانت الاستفنس راحت. يوم الرابع عبد الوهاب جه قعدنا نريهرس سوا، اليوم الخامس تاني قعدنا نريهرس سوا، صورنا سادس يوم. نورهان فيها حاجات مش فيا كان نفسي تكون فيا، فات جيف مي ذا تشانس ان انا اعرف اشوف هي الزراير دي بتداس عليها منين. فهماني؟ يعني نورهان ريكلس موت، انا عندي انكزايتي اصلا، فكنت مش عارفه اصلا اللي هو ازاي الناس بتعمل اللي هو كده قرار وتروح تاخده، ده اللي هو ازاي مش بتوفر ثينك تماما، اللي انا هعملها مفيش الكلام ده. انا ما بقعد بقى 1+1 بيساوي 2 ممكن يبقى 3 مش عارفين. ف it was so much fun صراحه working on this character، لانه هي كمان ما بتدخل كل مشهد هي بيكون عندها بونش اوف مشاعر، يعني هي شايله شنطه ليترلي، هي خايفه من الينار لا تموتها،
هي ما ينفعش تكون بنت من بنات حلم الجنه عشان خاطر هي مش عايزه تكون لاي ولد غير اللي حبيبها. and she believes in love and she's hopeless romantic كده فظيعه. هي عندها, هي سابت بيت اهلها اصلا, يعني هي دايما she's always carrying those كده bag of emotions. it was very 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 interesting working on it. رعب 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 والله العظيم بجد رعب. انا كنت مش بنام بجد, يعني اصلا انا بتوتر بزياده خلق. انا لا, انا واصله معايا مرحله ان انا كل ما بتفرج على المشاهد يعني بيجيبوا في التي في ببقى بعمل كده. بس رعب غير عادي. تشانس كبيره. مسلسل عليه العين اوريدي اللي هو كده. كنت خايفه جدا جدا, وكان عندي كمان تخوفات قوي على نورهان. كنت خايفه لا تكون بت استك والبين كده اللي هو كده, وانا مش عايزاها تبقى كده. I don't want her to be a girly girl. هي girly girl في اللاف بارت يات مش قوي. كنت مرعوبه, كنت مرعوبه. والحاجه الوحيده اللي هدتني فكره انه ساره خلاص do your best and when I say best I mean best وخلاص وهدي بقى عشان ما عنديش اي حاجه تانية اقدر اتحكم فيها. كلها حاجات مش هقدر اتحكم فيها, واحنا اتعلمنا كل حاجه بره دايره التحكم بتاعتنا مش هنعرف نتحكم فيها. يبقى انكزايتي على الفاضي. عايزه اخد شويه اجازه لانه انا لسه جوه. انا لسه جوه المسلسل, وطول ما بيتعرض طول ما انا شايفاه طول ما كده. عايزه اخد شويه اجازه. و I really want to explore myself. I did once. أنا عملت مسلسل كوميدي اسمه shari.com. I guess كان 2019 حاجة كده. والمسلسل ده كان أول مسلسل يتعمل إنتاج فيو في مصر. ما كلموني أصلا, كنت فاكرهم بيهزروا معايا. قفلت سكة في وشهم عشان خاطر يعني إيه بجد والله العظيم قفلت سكة في وشهم يا بواخة بقى وفاهمة كده. بس كنت خايفة قوي اعمل تجربة كوميدي. وصراحة I owe it to رامي رزق الله. رامي رزق الله هو رجل كلمني من لندن, يعني اللي هو انت معايا وانت هتعملي الدور ده وكده. وبعدين بعد ما خلصته ناس كتير قوي بتسألني هو شاري فين وانت ليه ما بتعمليش حاجات شبه كده تاني. ف I feel انه I wanna explore myself في الحتة دي شوية بجد. حسن قاعدة في ستاربكس, مش في ستاربكس عشان ستاربكس مقاطعة, قاعدين في اي حتة بيبيعها.